إذن ماذا يقول الإسلام بغض النظر عن 3600 دين ومذهب أخلاقي يؤمن بها البشر الآن؟ احنا ما احناش 3 أديان بس، صح، ولا 10 أديان بس اللي هم بما فيهم، لا، ده احنا 3600 دين ومذهب أخلاقي. يبقى إذن أنا أروح هنا كده لما أجي في الخناقة اللي هتحصل بين الرجل والست ده، إنها هتصل وبعدين هيحصل انفصال ولا طلاق لا قدر الله، وبعدين ربنا بيقول يغني الله كلا من سعته، يعني خليكم كويسين مع بعض، هم يقول إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى الست ما تنساش الفضل بينها وبين جوزها، والراجل ما ينساش الفضل اللي بينه وبين مراته. ما قالش فين الفضل ده مع مين، يعني ما قالش. يبقى إذن الخطابة هو شايفينه ابتداء من الخليقة، ودي حتة مهمة قوي، وانت داخل في التفسير لازم تفهمها، هي الخليقة كان شكلها ايه. فابتداء من الخليقة الاتنين مسؤولين، ابتداء من الخليقة الاتنين مكلفين، ابتداء من الخليقة الاتنين فيهم تساوي في الحقوق والواجبات، وابتداء من الخليقة كل واحد منهما له خصائص يكمل بها الآخر في صورة دائرة تنبت منها البشرية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يبقى إذن في نفس واحدة حلت في الراجل وحلت في الست، هي نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها وبث منهما، كملت الدائرة، رجالا كثيرا ونساء. إذن احنا امام فلسفة متكاملة، رؤية متكاملة، ان الرجل والمرأة، مايكل انجلو ليه عبارة حلوة المثال ده، يقول انسان له قفيان، يعني الرجل حاضن المرأة بتاعته والمرأة حاضن الرجل بتاعها، فهو إنسان له قافيان، دي قفة وقفة التاني كده هو، يعني دايرة. الدايرة دي تكلم عنها أفلاطون وتكلم عنها أرسطو، وإنه الاتنين دول هيتوائموا لما الدايرة تظبط، لما النص ده يلاقي النص بتاعه، صح، فتظبط وتلاقيهم عاشوا اكتبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. فاذا ال 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 تملي اسمعك وانت في التقدمه كنت تقول ما معنى الفيلسوف بتاع مش علي انا، طيب هي دي فلسفه، صح، دي نوع من انواع الفلسفه، طبعا، لانه ال 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 الفلسفه دي هي بتعالج ايه؟ عشان تبقى مذهب فلسفي يبقى لازم الألوهية ولازم الكون ولازم الإنسان ولازم المنطق والأخلاق والجمال، ستة. جبت الستة تبقى مذهب، ما جبتش الستة يبقى اتجاه. الفرق كانوا يسألونا وإحنا صغيرين، الفرق ما بين المذهب الفلسفي والاتجاه الفلسفي، إن ده عالج الست مشكلات الكبيرة وده عالج بعضها ورفض، انه قال لي مالي بالحكايه دي. فانا عايز اقول لسيادتك ان الاسلام موقفه من المراه هو موقف واقعي، موقف مبني على الخصائص التي وهبها الله لكل منهما، والوظائف التي رتبها على هذه الخصائص، والمراكز القانونية التي جعلها لكل منهما حتى تتم الدائرة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. البشرية كلها مبنية على فكرة الأسرة. في أسرة
يبقى في وطن، يبقى في دفاع عن العرض والمال والنفس والوطن، ما فيش أسرة يبقى خلاص ما فيش حاجة من دي هتحصل. ولذلك النيو ايدج اللي أنا بقول لك عليه ده يجي يقول لك والله احنا عايزين مساواة تامة بين الرجل والمرأة. شفناهم في المؤتمرات وناقشناهم، نعم يا جماعة في فرق بين المساواة والتساوي. انتوا بتدعوا الى المساواة، اهلا وسهلا احنا معاكم، ولا بتدعوا الى التساوي؟ ما هو ده مش حاصل. قال لا احنا بندعو الى التساوي كده وشي كده. ولذلك تجدهم خلوا المرأة تعمل كمال اجسام، خلوا المرأة تلعب الألعاب العنيفة علشان يثبتوا هذا التساوي، ومش راضي يتثبت الحقيقة. يعني مثلا دخلوا المرأة في المارينز، ماشي المارينز دول آلاف، كم واحدة فيهم؟ واحدة اتنين. مرة وأنا بتكلم أمثلة زي كده قلت جراح القلب ما فيش فيهم ستات، فواحد بعت لي قال لا ده احنا عندنا واحده. ماشي بس دي الفلته يعني، مش حكايه فلته، حكايه انه احنا مش بنقول يعني انه ده يعني محرم على الستات ولا كذا الى اخره، مش القضيه كده. القضيه انه فين النسبه؟ النسبه انه في المارينز انا عايز اعرف الستات المارينز اللي موجودين مش هيزيدوا عن 10، فقد ايه؟ في 10,000. طب نسبة واحد في 1,000 دي هل دي نسبة اثبتت حاجة؟ هل تؤدي الى التساوي؟ هل اثبتت التساوي؟ دي اثبتت دي اثبتت انه ما فيش كده تساوي، وانه في خصائص، وانه في وظائف، وان في بتاع. واكتر من كده بقى انه اللي أنا بقوله ده سيجعله الإنسان أسعد.